مدينة الرأس سنة 19/8/2013. مرحبا يا عمو. عليك. احكي لي عن هالدمار اللي صاير بالرستان، شو سبب هالدمار هذا؟ من الدبابات ورجمات الصواريخ والهامنات والطيران. هذا كله عم مقصفكم فيه بالشهر الأسد؟ ايه طلعت وطلع. هذا هو الدمار، من وين هذا القصف؟ من هون من الكتيبة من المشرفة. شو بتحب تدعي بالشهر الأسد؟ الله لا يوفقه، الله لا يخليه، إن شاء الله هو أولادي بيموت. آمين. طيب شلون الأحوال المعيشية؟ الخبز، الغاز؟ والله عبرش حد خبز. شو هذا المعيش شايف من معك بالكيس؟ خبز. إيش خالد؟ 3 رغفة. ما عندكم خبز؟ ما عندنا. من وين رحت جبتن هذا؟ عم أبش حد من العالم. حسبنا الله ونعم الوكيل. مدينة الرأس سنة 19/8/2013. حسبي الله. يعطيك العافية يا عمو.